عسلامة عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا الحلقوم، وإلا كما يسميه في بعض البدن الراحة، بطريقة ياسر سهلة وبسيطة، بمكونات كذلك بسيطة. بالنسبة لزور القناة أول مرة نقول مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل جرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير. وصفة الحلقوم هذه نجمو تويك احنا على أبواب شهر رمضان. الحلقوم بصفة عامة نستهلكو احنا التوانسة الأغلب في شهر رمضان، أو قلت علاش لا نودكم بروسيت ياسر تحفونا وياسر بنينا. تو نوريكم هكايا كعيبه، نوريكم القوام نتاعو، ونخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. وهذو ما هكا المقادير متاعنا متاع الحلقوم. بالنسبة للحلقوم قبل ما نبدأ نقول لكم عن المقادير، ما احناش مش نستعملوا الجرامات في المقادير متاعنا، مش نستعملوا بالعلبة، معناتها مش نكيلوا بالكيل اللي تحبوا عليه انتوما. انا كيلت بالحكة هذية وانتوما تكيلوا اي كيس ولا اي حاجة انتم تحبوا تكيلوا بها. دونك بالكيلة هذية انا استعملت حكة ونص انشاب، عليهم 3 كيلات ماء، 4 كيلات سكر، كيلتين ماء، مش نستحقوا مغرفة قهوة ليمون حامض، مغرفة أكل زيت يكون نباتي، 50 غرام فاكهة عندي بين بوفريوا ولوز، وزوز مغارف ماء زهر باش نكو به الحلقوم متاعنا. دونك هذو هما المقادير متاعنا. نبداو بالمرحلة بالمرحلة، تبعوني بالباهي بالباهي، قدرة ربي ان شاء الله باش ينجح معاكم الحلقوم. دونك باش ناخذ كسرونه مش نخليها على الغاز، مش نخليها على نار هادئه، ومش ناخذ مغرفتين من السكر ومش نكرملها. قول قايل علاش نكرملوهم؟ باش من بعديكا نتحصلوا على ذاك اللون المزيان نتاع الحلقوم الاصلي. تنجموا راهو تعملوا الحلقوم نتاعكم الكولير نتاعو ابيض، تنجموا من بعديكا تعملوا كولوران اهو كيما تحبوا انتما. ما انا مش نعطيكم الوصفه الاصليه نتاع الحلقوم، كيما نعرفوا الكولير نتاعو اللي يبدا هكايا عادي شويه على الكراميل. كيما قلت لكم خذيت هكا زوز ملاعق اكل سكر ومش نكرملهم، خليتهم هكا على نار متوسطة، ردوا بينا ما نحرقوهاش، جيست هكا يتكرمل ويتبدل اللون ونكملوا ليزيتاب مع بعضنا. ولا كيما تلاحظوا اللون متاعه تكرمل، تويكا مش نضيف له السكر. بسم الله، ردوا بينا في المرحلة هذه، بعدوا يدنا وردوا بينا. ولا حركوا هكا شوية، مش نضيف كمية السكر، حركوا هذاك السكر اللي تكرمل، وطويكا مش نضيف كمية السكر ومش نخليه يطيب مش برشا، 10 دقايق هكيكا. منحبوهاش عاقد ومنحبوهاش يكون جاري. تو نوريكم طرديتا شويه، وديما على نار تكون متوسطه ما نحطوش نار قويه. يبدا يغلي شويه وانا نصب هذيك الملعقه نتاع القهوه الليمون الحامض، ونمروا للليتاب اللي بعدها. ولا الشحور متاعي قاعد يغلي، تويكا مش نضيف له مغرفة الليمونة الحامضة، نحطوا
خليه 10 دقائق ومن بعد نطفي عليه. المرحلة المولية مش ناخو هكايا كسرونة تكون هكايا ماذا بينا هكا تكون تيفال وإلا تكون رزينة شوية، ومش ناخو كمية النشا كمية الماء كيلو ونص نشا 4 كيلات ماء. حركوهم هكايا في البارد ومن بعد نحلو عليهم النار ونبداو نطيبوهم اعتبارا نطيبو في كريمة. ولا شعلت عليها تويكا النار، النار كما قلت لكم ديما تكون متوسطة ما تكونش قوية برشا، ونقعدوا نحركوا حتى لين تتلمد لنا وتولي لنا كتلة واحدة. نقعدوا هكا نحركوا فيها، ردوا بالنا راهو ما نغفلوش عليها، نقعدوا ديما نحركوا باش ما تقعد تعمل لناش هذاك الكعابر وتقعد ليس ومزيانه. بالنسبة للشحور مش نطفي عليه كما قلت لكم 5-10 دقائق ونطفي عليه. كما تلاحظوا قعدت نحرك فيه بس شوية بشوية كما عادة كما قلت لكم على نار هادئة حتى لين تحصلت على هكي الخليط هذية هكا الجنس وتمسك. كما تلاحظوا ديما ما نوقفوش على التحريك، ديما نحركو باش ما يعملناش هذيك الكعابر. الشحور متاعي طاب وتويكا مش نبدا نضيف في الشحور بشويه بشويه، راهو ما نضيفوهاش الكميه الكل على مراحل. هذيك الشحور اللي حضرناه وديما واحنا نحركو ردو بينا ما نتوقفوش على التحريك. راهو الحلقوم تحبلو شوية هكايا وصعبين قدرة ربي باش ينجح معاكم. وانا بسم الله وبسرعة نحرك حتى لين يعود هكايا الكتلة هذية تعود تتحل شوية. كل ما تدخل الكميه اللي نصبوها نعاودوا نصبوا الكميه اللي من بعدها، ونقعدوا ديما بنفس الطريقه حتى لين نكملوا كميه الشحور اللي عندنا. وديما العمليه كما نقول لكم بسرعه، مش تلاحظوا هكايا بس شويه وثقال هكا نكملوا ديما هكايا نخدموه حتى لين تدخل هذيك الكميه نتاع الشحور في وسطه. ولا كيما تلاحظوا نقعد ديما نحرك، شوفوا ما فيش حتى فركوسة ما في حتى شيء، نقعدوا كل كمية نصبها وانا نحرك كيما قلت لكم. شوفوا محلي الكولار متاعو ياسر مزيان. مش نقعد تويكا على نفس المنوال، نقعد هكايا نزيد ونحرك نزيد ونحرك هاكا كل شويه نوريكم باش ما نفوت عليكم حتى مرحله. وعلى كملت كميه الشحور اللي عندي الكل، شوفوا هذايا هكا القوام نتاعو هو تويكا مازال جاري. نقعدوا نحركوا فيه هكايا ما نغفلوش عليه، نقعدوا نحركوا حتى لين هذيك كميه الماء تنقص وديما على نار هادئه.
جواك الجوال اللي يسمح ليه، ما في لا كعابر لا في حتى شيء. نقعد نحرك نحرك حتى لين هذيك كمية الماء تنقص. ولا البنات كيما تلاحظوا قعدت نحرك حتى لين هذاك الماء اللي فيه الكل نشوف معناتها نقص. شوفوا كي هكا تحركوا هكا، يا شوفوا تشوفوا القاع نتاع الطنجرة، نعملوا هكا نشوفوا القاع هاكا، شوفوا حتى القوام تغير ويبس شوية. شفتوها تو في المرحلة هذه مش نضيف له زوز ملاعق أكل ماء زهر هكا بالعين. عاود نحركو هاكا، تحسوا اثقال ولا كتلة واحدة. راهو تحبلو شوية وقت، مدة هكاكا سويعة هكاكا على نار هيت قبل باهي بالباهي. وين نحرك شفتوا هلا فركس لا عمل لك عابر لا حتى شيء، تحبلو شوية كما قلت لكم وصعبة. كمل نحرك هكايا شوية ومن بعد نضيف هذيك المغيرفة متاع الزيت باش تعطيه لقة ويقعد هكايا يلمع. ما حكيتكمش على الريحة، ريحة الماء الزهر ياسر ياسر بنينة. نجمو تعوضو كذلك بالماء ورد. فوالا تويكا مش نضيف لمغيرفة الزيت، نخدمها هكا بالباهي. من بعد نضيف الفيكيا متاعي وكهو هذيا هكا الحلقوم متاعي طاب. نجمو هكا تستيوه بين يديكم، تعملو هكايا كعبورة تلقاوها قعدت كيما هي، ما قعدت ما هيش جارية، تقعد هكايا كعبورة لما روحها وشادة روحها هذيك، تعرفوا اللي الحلقوم متاعكم طاب. وحتى كيما هكا شوفوا هكا كي تهبطوا اوزر كيفاش معناتها تحسوا القوام متاعه ثقيل ثقيل بالباهي، مش كيما وريتكم في المراحل السابقة. ولا طويكا مش نضيف الفيكيا، الفيكيا متاعي محمرة بسم الله، حمروها قبل ما نضيفوها هكا. هاو هذيا هكا الحلق متاعي طاب، طويكا مش نصبوه مع بعضنا. مش ناخو هكايا بابي كويسون ومش نصب فيه الحلقوم متاعي، ناخو هكايا سباتيو، سباتيو دهنتا زيدا بشوية زيت، ديما نستعينو بالزيت باش ما يشدلناش. فوالا شوفو كي نصبو الحلقوم متاعنا جينا كتلة واحدة. شوفوا حتى مقاع الطنجرة شوفوا ما شد حتى شيء. مانيش باش نعملو في المرحلة هذه النشا، باش نخليه حتى يبرد شوية وبعديكا نضيف له كمية النشا باش الحلقوم ما يشربناش النشا ويقع طعمته ماهيش بنينة. تنجمو تخلطو النشا والسكر محور، تنجمو تعملو نشا هكا هاو تنقصو شوية من الحلاوة هاكا كيما تحبو انتوما. نحلو هكايا على شكل مربع باش من بعديكا نقصو هكا دي كوب كيما ريتو في أول الفيديو. نجمو تراوليوه راهو تقصوه هكا دي بودان تعملوهم مدوري. ولا هذيا هكا الحلقوم متاعي برد بالباهي بالباهي. طاو خذيت عندي لهنا كميه من نشا، تنجمو تخلطوا بين نشا وسكر محور، مي انا مش نعمل كان نشا، ومش نقصوه مع بعضنا، مش نغلفوا هكايا بالنشا جيست هكا شوية وبرا باش كيما نعرفو يتباع هكايا وباش ميلصقش مع بعضو.
شوفوا البنات حتى كي يبدا على البابي كويسون هاهو تنجموا تهزوه بكل سهوله. ترش هكايا شويه وطويقه مش نقصوه مع بعضنا كيف كيف السكينه نعملها هكا ماذا بينا تكون سكينه ماضيه ونقصوه مكعبات بالطريقه هذه. تحبوهم كبار تحبوهم صغار كيما تحبوا انتما قصوا. هاكا كل شويه نعملوها هكايا بال في وسط النشا نقسم هكا مربعات صهروني فوالا هذه هكا الحلقوم بتاعي كيما تلاحظوا نوتكم ولا شهيكم ياسر ياسر بنين. ان شاء الله تجربوا هالوصفه وان شاء الله تعجبكم واذا كان جربتوها ما تنساوش بتشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين بيمنو تابعوني على الباج فيسبوك كويزين بيمنو بارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعم الفائده وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.